وانا شربت ريدي. خلاص دام نشفت ريجك حنوديك عشان تشربين عصير. هي بس على شرط انت لا تعزمني. طلعت وراك مستعيره نسيت جنطتي وموبايلي. على فكره ترى قديمه نسيت جنطتي بس يلا مشيها. ويا روح يبهم يعني؟ لا لا تغشمر تغشمر معاك عفا عليك. حياه حياه. تفضل طال عمرك. كشف المدعوين. بعض الاسامي لا فيها عنوان ولا تليفون. طال عمرك هذولي جايين ومعزومين من طرف العم عبد الله والاستاذ حنين. زين هذا اللي اسمه يوسف ما له عنوان؟ هذا احد انا ما ادري ما اعرف. وصيتك يا سعد صارت ثقيلة على قلبي وروحي. 20 سنة وأنا ساكتة وشايلتها في قلبي مثل الهم. وولدك صار عمره 27 سنة وللحين ما يعرف منه السبب في موت أبوه. أنا نفذت وصيتك وللحين ما يدري منه غريمة. بس انت ليش ما تبي يعرف؟ ها؟ عشان ما ينتقم وينهي حياته؟ بس غريمة درى فيه ويلاحقه وبنته بعد. سعد أنا خايفة وايد، خايفة على يوسف. يوسف قلبه وايد طيب وما يعرف القسوة، وعبد الله قلبه ما يعرف الرحمة. أنا ما راح أكسر وصيتك بس دلني شو أسوي. أنا خايفة وايد على ولدي يوسف، خايفة لا يضيع إذا ما حذرته. أنا وايد خايفة يا سعد. صار لي شهر من نيت من لندن، مو متعودة على كذي. أنا دائما إذا تدورني تلقاني بلندن أو أحوس بأوروبا. تعلمت وايد أشياء وأنا هناك، تعلمت أعتمد على نفسي وأكون بروحي. وأهم صفة أعتبرها أهم صفة تعلمتها هناك بس صار له التحدي. أذكر لما كنت صغيرة قريت رواية بالصدفة، كانت رواية دون كيشوت. وانا صغيره كل اتخيل نفسي ان انا هو ابسط درع حديدي وعندي رمح وحصان وكله بتحدى وكله بحارب ولا ذبحت النيل. اتمنى حروبك تحدياتك مو طواحين الهواء. اي وانا صغيره اي بس لما تخرجت من الجامعه خلاص راح الدرع وراح الحصان وراح الرمح بعد وتمت بس الاحلام والطموح. حالي حال دون كيشوت. وانت؟ انا شنو؟ وانت ما عندك احلام مثلي؟ بس ما انا عندي دون كيشوت. انت منو عندك؟ بلا ابوي الله يرحمه. صدقني ما لحقت عليه يعني لان ابوي الله يرحمه توفى وانا عمري 7 سنين. بس دائما اشوفه كذي شخص كبير قوي ما حد يقدر عليه. اشوف انه ما في شيء بالدنيا يقدر يهزمه. لما الموت هزم اللهم لا ترى. الموت حقه ما حد يقدر يتغلب عليه. صح كلامك. انا دائما كذي ما عارف افتح مواضيع. يا نكد يا حن الهبة الجديدة كذب. عاد صدقني انا ما اعرف اكذب. ترى ديري بالك هذا مو خوش عاده بعدين تعودين على الكذب. لا لا خلاص توبه ما عيدها مره ثانيه. ثالث مره. واي خلاص يا عمي الثالثه زين. بس شوف لا تشتغل معاي يعني تشتغل معاي قسما عليك ما تردني. انا قلت لك ان انا اوكي بس انت قلتي لي في مشروع كبير وكذي ما حكيتيني عنه. المشروع عود بناء استاد رياضي دولي بس ها نبيع له مقاييس عالميه.
وانا انطرك خلصت تصاميم ووديهم حق ابوي وان شاء الله يوافق عليهم. ممتاز، هذا مشروع ترى وايد كبير، التحدي مو بس حقك حتى حقي انا، احنا لازم نثبت نفسنا. اي والله. زين ايش رايك نخلص من هني ونمر ابوي، انا بيك تعرف عليه. زين التصاميم والمشاريع كلها بالمكتب، شلون اروح له شو اسوي؟ خلي التصاميم الحين، المهم انت تروح له وتعرف عليه. اوكي. الو، يا هلا وعليكم السلام. ام يوسف؟ اي موجوده، من نقول لها؟ يا هلا حياك الله. خير عسى ما شر، في شيء لا سمح الله؟ ان شاء الله دكتور. لا لا تحاتي، شوي بنكون عندك في المستشفى. مع السلامه. ايش صاير؟ هذا الدكتور يقول يبينا نروح المستشفى الحين. الحين؟ ليش؟ يقول التحاليل اللي سويتيها المرة اللي طافت مو مقتنع فيها ويبي يسوي تحاليل جديدة. زين، خلينا نروح له. خل أكلم يوسف. لا يا بنيتي، يمكن يكون مشغول الحين. بعدين هي مسألة تحاليل مو أكثر من كذي. خلاص عيل، خلينا نبدل ثيابنا ونروح. يلا. طافت نص عمرك ما شفته شلون معصب وطالع من عندها، حتى قالها خلاص ما بيشتغل معاكم. حلفي وحنين شو الوضع؟ وعلي يا متضايقه، المهندس المعماري اللي لقيته اخيرا بح راح. طبعا الحين العم عبد الله راح يسلمك انت الشغل كله. تقيم يعني؟ يعني يتخلى عن بنته ويمسكني انا الاولي والتالي؟ لا لا لا، مو لهالدرجه، مهما كان هذه بنته مستحيل يتخلى عنها، راح يعوضها باشياء ثانيه. وانت راح يسلمك الشغل مثل ما انت عارف، هو قاط نص فلوسه في هالمشروع. يعجبني ذكائك. بس ذكائي؟ واحبك بعد. شش، انا حد يسمعنا. خير يا طير، خليه يسمعون. عبالك هاميني؟ ولا واحد فيهم همي، صدق انت؟ حبيبي، حتى انا ما حد فيهم يهمني، بس مو وقته. راح نعلن حبنا في الوقت المناسب، لما الشركة هذه تصير لنا، الكل راح يشهد على حبنا. يلا. الحين يا الوقت المناسب ان نعرض المعمار الجديد على عم عبد الله، راح نقطع اوراقنا وننطر الرد. زين تعالي، كلمت المهندس المعماري الثاني ولا لا؟ كلمته، ناطر منك رد. لازم اروح ابشر عمي عبد الله، يستاهل البشاره. زين صدق تعالي، طارق معاكم بالشركه صح؟ اي طارق شريك ابوي، بس بنسبه بسيطه. هو صديق طفولتي، نحن صغار رابين مع بعض. ابوه بعد كان رفيق ابوي، هم كان معاه شريك. بس شنو هو؟ وابوي طارق عندهم نفس افكار، افكارهم قديمه، هي زينه بس قديمه. الو، هلا دكتور. شنو ايش في همي؟ ان شاء الله الحين اجيك. يلا يلا مع السلامه. شنو في؟ ما ادري الدكتور بيحاكيني عن امي. شو هالوالده؟ هي بالمستشفى وما قالت لي، الله يستر. زين امشي، يلا خل نروح. زين انا وصلت واروح. لا لا انا ابي معك، انت تعرفني انا ديرس يابس. يلا يلا. مرحبا. سعد عبد الله موجود؟ اي تفضل موجود. شكرا. تفضل. هلا عمي. هلا هلا طارق، استريح استريح. يعطيك العافيه عدوك الريح. شلونك عساك بخير؟ شو الاخبار؟ تمام الحمد لله. عمي كني شفتك تعيبين شوي. لا لا الحمد لله ما فيني شيء. يلا الحمد لله، اللهم لك الحمد. بس امس كنت نجم الحفله انت. من الحفله؟ ايه ايه، راغب علامه. والله يا زينك يا زين ضحكتك يا عمي. بس والله عندي لك خبر كنا بيكدرك شوي. عفا خير ان شاء الله. الشركاء اللي ويانا بمشروع حنين متضايقين وزعلانين، كل ما طلبوا التصاميم الاوليه ما سلمناهم شيء. وحنين قعدت معاهم زين، مو وصلتوا في المشروع؟ بطيء والله عمي، وايد بطيء مو شويه. يعني حنين ما شاء الله عليها شاغوله وبنت شاطره وعسل، لكن ما تعرف تمشي الشغل بمجالنا. يعني مثل ما انت عارف ما حد كامل. طالع علمها الله يرحمها. الله يرحمها قبل ما تروح علينا ان شاء الله. زين شو نسوي الحين؟ اللي بنسويه طال عمرك ان انا راح اقعد مع مهندس معماري ثاني. انا شايف شغله وايد ممتاز، شاطر هالصبي. واللي راح يصير ان ابيك انت بعد تقعد وياه، واذا عجبتنا تصاميمه قدمناها كتصاميم اولى للشركه اللي ويانا. وحنين قعدت مع هالمهندس المعماري؟ لا طال عمرك،
حنين كلها قاعدة مع المهندس اللي من طرفها، وكأني سمعت إنه ما اتفقوا على المشروع. خلاص كلمة وخذ منه موعد ونقعد معاه ونشوف تصاميمه. حاضر طال عمرك، يلا عمدك. تفضل. راسك يا حالي شنو يدور؟ ايش تبي تسوي؟ ها بشرني صار وياك. كل الامور اوكي. دق على سعود قولي لي بسرعه. ان شاء الله. تعالي. حنين ما في اخبار عنها؟ الاستاذة حنين مختفية واعتقد انها في حالة عزة وقاعدة تبكي. ماشي بلغي سعود. حاضر استاذ. أستاذ يوسف أنا اتصلت بوالدتك عشان تيجي المستشفى عشان أتأكد من التحاليل بنفسي، وزي ما أنت عارف والدتك بقالها فترة كبيرة بتاخد علاج شديد، بس الفترة الأخيرة بينت التحاليل إن العلاج غير كافي، والتحاليل اللي عملناها النهاردة أكدت نفس النتيجة. إيه بس أنت كنت متأكد من نتيجة العلاج، شو اللي تغير؟ كنا متوقعين الحالة تستجيب للعلاج، لكن للأسف الجسم ضعيف. دكتور الله يخليك وضح أكثر. لازم نعمل عملية. بس للأسف ما عندناش غير الحل ده، هي فيها مخاطرة لكن ما قدمناش حل غير كده. دكتور انت قاعد تحكي عن أمي، شنو يعني لازم نحاول؟ يوسف ما عليه إهدى، صدقني بنلاقي حل. الأخت معها حق، بس العملية ضرورية، فكر ورد علي. زين دكتور عن إذنك أنا لازم أروح أشوفه. أوكي اتفضل، دلوقتي بتلاقيها في غرفتها. مشكور دكتور ما قصر. أنا شلون أقدر أقرر؟ زين أمي شلون أفتح معها الموضوع؟ شو أقول لها؟ يوسف لا تصير سلبي خلاص. اسمع في دكتور هنا يعرفه قوي بهالتخصص، خلينا نقعد معاه ونحاكي ونشوف شو يقول. مشكورة ما قصرتي. العفو. أبيك تكون أقوى، لا تخلي أمك تشوفك وأنت بهالحال. إن شاء الله، حياتك. يلا خالتي شربي ماي، أنت بروحك من الصبح ما شربتي شيء. ها حبيبتي شلونك الحين؟ الحمد لله يبا ما فيني شيء. سلامتك خالتي ما تشوفين شر. الله يسلمك حبيبتي أنا زينة بخير. يما أنا والأستاذة حنين كان عندنا اجتماع، اتصل فيني الدكتور وقال لي إنك أنت بالمستشفى، فأنا هديت الاجتماع وقلت بيلك، بس الأستاذة حنين أصرت إن تي وتطمن على حالتك. الله يرضى عليك يا بنيتي. ولو خالتي ما سويت شيء. يما أنت من صدقك في المستشفى ما تدقين علي؟ الدكتور اتصل بالبيت وقال ما في شيء خطير، يبي يسوي شوية تحاليل جديدة. حد قلنا ما نبي نعطلك عن شغلك، الموضوع ما يستاهل. فرح حبيبتي شلونك؟ الحمد لله بخير. شلون يوسف معك؟ زين تمام. يوسف قال لي تبين تشتغلين، أنا متشوقة شو تصاميمك. إن شاء الله. عموما خالتي أنا ما أطول، أنا بمشي. تمرين على شيء؟ سلامتك يما. يلا مع السلامة. خلاص أنا بوصلك. يلا. علمتك. تفضل. زين الحين بمشي، بكلم الدكتور وأول ما أرد لي خبر ببلغك، وبحدد موعد اجتماعهم بعد وببلغك عنه إن شاء الله. مشكورة وايد وما قصرتي. العفو. بس أنا المفروض أشكرك لأنك وافقت تكمل معنا المشروع عقب كل اللي صار. لو فوق كل هذا عزفتني العصير بعد. لا يبا عادي، إيش سويت؟ ما سويت شيء. دير بالك على بالده. إن شاء الله. وأنتي بعد ديري بالك على نفسك. إن شاء الله. يوسف بيقول لك شيء بس الله يخليك لا تفهمني غلط.
إذا أنت محتاج شيء، يعني أي شيء، حتى لو كان مبلغ مادي، لا يردك إلا لسانك، الله يخليك. لا يبا من صدقك؟ الحمد لله أنا ما محتاج شيء، الخير وايد. لا لا أنا قصدي سلفة من الشغل بس، مو شيء ثاني. لا قاعد أقول لك ما محتاج شيء، مشكورة. العفو. خلاص يا إن صار شيء كلمني. إن شاء الله. مع السلامة. حوالنا. الوالد موجود؟ اي موجود بس عنده اجتماع. زين بيطول؟ ما بعرف والله، عنده اجتماع مع طارق والمهندس المعماري الجديد. خوش شغل بس ما نبي عاد طق ماي المطر يتجمع في الشوارع، عشان بيصرف صحي. يبا؟ خلاص روح انت مع المهندس طارق وتفاهم هناك. قعدي يبا قعدي. صار يبا؟ حنين اهدي وقعدي وخلينا نسولف. المهندس هذا اللي شفتيه من طرف طارق، يعني لا سمح الله إذا الأمور ما مشيت، على الأقل ماخذين احتياطنا. هذا مو احتياط، هذا قلة ثقة. أنت وطارق مو واثقين فيني. أنا طول عمري أثق فيك يا حنين. لو ما أثق فيك ما سلمتك أكبر مشروع في الشركة. وطارق سوى هالشيء علشان من جهة أولى إنه هو يحب مصلحتك، ومن جهة ثانية مصلحة الشركة. وأنا معتقدة إن أنت معتمد علي. أنا طول عمري معتمد عليك، بس أنت للحين ما لقيتي مهندس للمشروع، وبعدين أنا اتصلت فيك أنت في اجتماع ما رديتي. إيه أنا ما نسيت جنطتي وتليفوني مكتب المساعدات. أنت شنو شاهد اللي قالت لك؟ ترى كان في سوء تفاهم بيني وبين المهندس وحليناه، بس يبا أنت ما سألت نفسك شنو بيكون موقفي قدام هالمهندس؟ شوفي حنين، أنت شوفي المهندس اللي عندك وخلي يسوي تصميم، وطارق ايضا يشوف المهندس اللي عنده ويسوي تصميم، والافضل نختاره. مشكور يبا. عدا ما نبي غش. خلاص ان شاء الله يبا. زين اقول لك، كان في عندك دكتور قلب، ابي رقمه وعنوانه. خير ايش في، ليش تبي رقمه؟ عندي واحد زميل عمل يبا، امه تعبانه وبمرحله وايد متقدمه. ايه الله يشفي. ترمى بس هي مجرد مسؤولة بشغلك، ليش مخليها تتدخل بحياتك وتعرف عنك كل شيء؟ ما فهمت. ليش جبتها معاك اليوم المستشفى؟ يما قلت لك احنا اساسا كنا رايحين اجتماع، فجأة اتصل فيني الدكتور قال لي ابيك ضروري. بعدين انا قلت لها يبا انا ما اقدر اجي الاجتماع، لازم اروح المستشفى. هيت معاي. بالعكس يما هي سوت شيء زين. إيه بس اللي أنا قاعدة أشوفه إنها وايد قريبة منك ومهتمة فيك بعد وايد. لا تحاتي، ماكو شيء ولا راح يصير شيء أصلاً. خالتي مو قالت شي دكتور؟ لا تعبين نفسك، يلا امشي ارتاحي بدارك. الله يعيني على الحريق.
سلمتش يا خالتي، لا تتعبين نفسك، أي شيء تبينه بس ناديني. اللي أبيه ودي عارفة يا فرح، نظرتك ليوسف وشعورك له نفس اللي في بالي. ردي علي لا تستحين. والله يا خالتي أكثر مما تتصورين، بس أدري بتقولين إنه مو ملتفت لك ولا حاس فيك. ما علي يا فرح، خير تبي انتبه، بس صبري عليه شوي. لمتى أصبر يا خالتي؟ ليه ما يجي الوقت المناسب وتفضفضين له عن حبك؟ إن شاء الله، هذا أنا ناطرة. منات عمري أشوفكم معاريس. حاضر طال عمرك. أنا نقلع الدكتور نروح له البيت ويزوره ويشوف حالته. لا تحاتي أنت، إن شاء الله إن شاء الله طال عمرك. شنو طال عمرك؟ إيه؟ إيه حاضر حاضر، أنا طرش فهد. مع السلامة. فهد. فهد. تعال. هلا. تروح مكتب المساعدات. إيه. وتدخل مكتب حنين، تلقى جنطتها ناستها هناك، وتجيب هني حقها بالشركة. حاضر. تعال. دام إنك رايح وتشوف الجنطة افتحها، دور فيها يمكن تلقى أي شيء حق يوسف، كارت أي شيء يجيبه معك. إيه يلا. حاضر. ما أدري يعني اشتغل عندهم فراش ولا مندوب ولا مطراش. ترى الخطط اللي قاعد تسويها هذه ما تفيدك. ليش سويت انا؟ ايش فيك صاير؟ لا والله بعد ما يبي لها المهندس انت جايبه ومضبطه ومصنعه ومودي حق ابوي، بعد شنو واضحه طارخه ما يبي لها تفتير. علشان خاطرك انت مو عشان حد ثاني. ما شاء الله، شلون بالله عشاني؟ انا ابي تشرح لي، ابي اعرف شلون بالله عشاني. حنين ايش فيك الله يهداك؟ انا من اول شيء كنت شاك بموضوع يوسف، وكنت عارف ان هالموضوع كله كذب بكذب، فعشان كذي قلت اعتمد على واحد ثاني، لا سمح الله في حالة توهقنا ولا شيء الا يكون عندنا البديل، اهم شيء ان المشروع يمشي. الموضوع ما في كذب، والمهندس يوسف يعرف كل شيء، وانا بيكمل معي المشروع. صدق؟ وايد زين. اي اكيد وايد زين. انت جيب المهندس اللي عندك وخليه يطلع احسن تصميم عنده، وانا بجيب المهندس اللي عندي وبيطلع احسن تصاميم عنده، وبنوديهم حق ابوي وابوي بيحكم وبنشوف. اوكي، قرار ممتاز. شنو انت عندك شك في الموضوع؟ حنين ايش فيك الله يهداك قعدت لي على الحبه؟ أنا وياك تربينا مع بعض، كبرنا مع بعض، كلينا شربنا كل شيء مع بعض، الله يهداك فيك أنت. ما أدري أحس إنك أنت ناطرة كلمة تصيدين فيها علي. ترى أنا بالنهاية من يمينك ليسارك، أنت شو اللي تابعين علي أنا حاضر. ما له داعي تسألين على موضوع كذي تافه. زين، بس على شرط. أمري. كيكة الكاكاو اللي جبتها ذيك المرة تبدي تجيب ليها مرة ثانية. كوني من الأول تبين بخشيش الله يهداك. مو بخشيش، رشوة رشوة. رشوة حاضرين. زين صدق سارة وينها ولا هم مسافرة بعد؟ موجودة بالبيت. اي زين اشوى، ولا سوالفها دائما مسافرة مو موجودة. يلا على ابنك. والله طلعت مو سهلة هالحنين، واحنا مستخفين فيها ولا معبرينها. الحاتين فترة بسيطة وينتهي كل شيء. أساسا العم عبد الله قام يحس بكل شيء. أي ما يخالف حتى لو فترة بسيطة. والله إحنا شو نسوي طول هالوقت؟ نقعد نحط إيدنا على خدنا وننطر؟ إيش فيك؟ ترى الأمور ماشية صح وماشية أحسن من الخطة اللي إحنا حاطينها. حنين قاعد تحفر قبرها بإيدها. تعب تعب ما يسوى علي. بشر سويت؟ سويت اللي قلت لي سويته، خذيت الجنطة وعطيت هي. فتحت الجنطة ما لقيت شيء، كروت أي شيء حق يوسف؟ ما لقيت ولا شيء ميت، ما لقيت إلا التليفون. حلو حلو، دورت فيه تعبت ما لقيت رقم يوسف. التليفون مسكر وفي رقم سري، يعني ما نجيبه.
اكو احد يشتغل هالعزه؟ اوكي محمد خلاص اوكي مو مشكله. 10 الصبح انطرك مو ماتي. خلاص خلاصك يلا مع السلامه. هذا محمد كلم الدكتور ان شاء الله باكر الصبح بالمره وبروح بيت يوسف. ايه لا روحي روحي عيب اصلا لازم تروحين واختي معاك بوكي وارد كذي كبير وحلو فخم ها فخم. اي اي والكاكاو بعد لا تنسين لازم تاخذينه ضروري ها؟ سارو زين ايش فيك؟ هالسوالف اضحك معاش ايش فيك؟ بس لا من صدق انا ما اقدر اخلي يوسف بروحه. انت لو شايفه وجهه ايش كثر زعلان بس. شايفتك انت حبيبتي ومكحله عيوني بشوفتك بعد. اه على الحب ونار الحب والله العظيم نعمه كبيره. شكلك عشقتي ها؟ ما شاء الله عليك انت ايش قاعد تقولين؟ من حط براسك الحكي هذا؟ من وين كل الافكار هذه؟ ما له داعي حد يقول لي هالحكي. نظراتكم، ابتساماتكم يوم حفل المساعدات الخيريه، اهتمامكم الزايد في بعض، المخفي والواضح، كلهم قالوا كل شيء. لا والله صدق؟ وشلون الناس انتبهوا؟ هسه بس ما لاحظونا وكنا وايد واضحين. وهذا دليل ثاني ضدك، لان اللي يحب يخاف الناس تدري عن حبه، وتحصلينه يعني يخشه حتى عن نفسه، ما يعترف حق نفسه، مع انه في داخله يقول نار 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 من الشوق، تحرق الدنيا وما فيها. اعترفي يلا اعترفي، اعترفي. انت مو تقولين اللي يحب حتى ما يعترف حق نفسه؟ شلون تبين اعترف لك؟ ما له داعي تعترفين. اقراك من عيونك. زين بدق على يوسف ببلغه على باكر. اي دقي دقي، لازم تدقين اصلا عيب. اي اي بروح اسوي لك قهوه، خذي راحتك. الو وعليكم السلام هلا حنين. الحمد لله انت شلونك؟ الحمد لله بخير. انا كلمت الدكتور واذا فاضين باكر نمركم البيت. لا اكيد فاضيين فعليك مكان مكانك. انا قاعده اسوي اي شيء بس عشان المهندس المعماري اللي عندي يكون مرتاح. مشكوره. العفو. اشوفك باكر. يلا تصبح على خير. وانت من اهلا. يلا فوالا مع السلامه. أنا قاعدة أسوي أي شيء بس علشان يكون المهندس المعماري مرتاح. أنتِ شنو؟ تسوين قهوة ولا دونك عندي هني؟ لا حبيبتي، دوني عندي أنا في المطبخ، بس أنتِ اللي فاضحة نفسك وصوتك عالي. زين زين خلص القهوة خلص القهوة، بلا هدرة زايدة يلا. ما أبي. توك قاعد تكلم حنين صح؟ اي ليش؟ خلاص؟ صارت حنين هذه تدخل بحياتنا بالليل وبالنهار؟ فرح ايش فيك انت ايش صاير لك؟ شو التصرفات هذه؟ انا مو صاير لي شيء، انت اللي ايش فيك؟ ولد خالتي حرج وتبع هالبنت؟ فرح ترى انا احبك مثل اختي وانا وايد اسف اذا ضايقتك من غير ما اقصد بس انا ماني فاهم انت ليش ما تحبين حنين ترى على فكره حنين جايه باكر جايبه معاها الدكتور الدكتور هذا وايد ناجح في مجال القلب الدكتور اليوم بالمستشفى قال لي انه أمي مو راضية تستجيب حق العلاج
ولازم نسوي لها عملية بأقرب وقت. العملية هذه وايد خطرة على حياته. شنو يعني انت ايش قاعد تقول؟ هذا اللي قال لي اياه. عشان كذي حنين عرضت علي الدكتور وانا على طول وافقت. قلت ما تدرين بعد يمكن الله يسهل. وامورنا ان شاء الله تلحق. انا وايد اسفه يوسف. انا وين وتفكيري وين؟ اسفه يوسف. لا عادي ولا يهمك. خلاص الحين تي روحي ريحي. وادعي لها. ترى لحنا عندنا امل. ان شاء الله الله بيشفيها. تصبحين على خير. يا رب وفق ولدي يوسف وافتح له أبوابك ويسر لك الأمر عسير واستر عليه واحفظه من كل شر يا رب العالمين. يا رب انت اسمع دعاء قلب ام متعذب يا رب. شاطرين انت بعدك ليك لي اليوم لازم تلبين كذي مشعه انيقه وحلوه يوم يوم مهم حق الكل. ماما خاطحني بتتجوز. واي واي انت صد الحب يطلع على بذره طلع الام وبنتها نفس الشيء. زين يا رب يا رب قولي امين. انا بروح الحين مو تبطلين حجر بكلمه اذبحك ترى ها خليني حق ابدل وياكل ويا ليك لعادي. مين ما علمك هالسوالف؟ أكيد أبوك. لا لا خالك أكيد. إيه غريبة. هاي صوب سيدة؟ لا 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 أخذ يمين يمين. هذا اليمين. إيه إيه. آه صوب عني هذا هذا ولا البيت اللي يمه؟ لا هذا. مشكور دكتور علي ادري انك مشغول مع هذا يت. مش محتاجه تشكريني الولد خيره علينا. الله يسهل ان شاء الله يا رب. Thank you.